احنا كده بنسجل كمان. صباح الخير. النهارده ان شاء الله المحاضره قبل الاخيره، هي المحاضره الاخيره ان شاء الله مش تكون طويله قوي، لكن هي النهارده المحاضره اللي قبل الاخيره، والمحاضرتين هنتكلم فيهم على الموبايل كوميونيكيشن. انتوا شايفين السكرين بتاعتي دلوقتي مش كده؟ اه دكتور شايفين. طيب تمام. الشابتر بتاع الموبايل كوميونيكيشن طبعا بالنسبه للناس اللي هتدخل اتصالات فهي اكيد هتتكلم فيه في استفاضه. بالنسبه للناس اللي هتدخل باور ما اعتقدش ان هم هيبقى اوف انترست ليهم بعد كده، ولكن هو حاجه يعني جهاز بنستخدمه يوميا بكثافه، فعلى الاقل نبقى عارفين ايه الفكره الاساسيه في استخدامه، بيعتمد على ايه. يعني هو التشابتر ده طبعا basic knowledge عن mobile communications، وبعد كده بقى الناس اللي تحب تقرا اكتر حتى لو هي من باور تقدر ان هي بناء على المعلومات اللي خدتها في الشابتر ده تقدر ان هي تفهم اكتر لو في points معينه تحب ان هي تستفيد بيها. موبايل كوميونيكيشن اللي هو يعني ان احنا نبعت تكست او داتا او فويس او ايمج على وايرلس نتورك. الحقيقه يعني الموبايل كوميونيكيشن ده ينطبق على اي جهاز بيتحرك، مش شرط الجهاز المحمول اللي في ايدينا. يعني الجهاز المحمول اللي في ايدينا اوقات كتير بره ما بيسموهوش موبايل، بيسموه سيلولر فون، علشان طريقه الباترن بتاع السيلز اللي هنتكلم عليها كمان شويه. فهو اكتشلي كلمه موبايل يعني تليفون اللاسلكي اللي في البيت ده موبايل. يعني موبايل معناها ان حاجه متحركه في relative motion، حركه نسبيه ما بين الترانسميتر والريسيفر. يعني اكشولي التسميه الصحيحه لجهاز الموبايل اللي احنا بنسميه موبايل هي cellular phone، بينما موبايل دي زي ما بقول لكم تطلق على اللاسلكي، تطلق على اي حاجه متحركه. يعني انا لو حطيت عده تليفون وثبتها على العربيه وتحركت بيها تبقى دي موبايل برضه. فهو عشان كده كتير هتلاقوا ان هو مكتوب، يعني لما بتدوروا عليها بيبقى اسمها cellular system. تمام، بس يعني الترم cellular وموبايل بتستخدم كتير مكان بعض حاليا يعني في الكوميونيكيشن. فهو ببساطة ان انا عندي جهاز تليفون او عربية متحركة. ليه حاطين عربية؟ عشان هو actually زي ما هنشوف الـ first generation بتاعت الموبايلز كانت عبارة عن جوه عربيات بس. يعني أول ما ابتدت فكرة الموبايل أو السيلولر كانت ما ينفعش تكون موجودة في إيدينا كده وماشيين بيها، لا كانت جوه عربيات زي ما هنتكلم بعد كده. بتبعت لبيز ستيشن أو بيز ترانسيفر. البيز ستيشن دي موجودة في برج، احنا لما بنمشي في اسكندرية كلها او في القاهرة او في اي حتة بنقول ده برج المحمول. برج المحمول ده هو البي تي اس او البيز ترانسيفر ستيشن. بعد كده برج المحمول ده لازم يكون متوصل بموبايل تيليكوميونيكيشن سويتشينج اوفيس. ده سنترال وموجود معظمهم موجودين في مع السنترالات اللي عندنا في مصر، موجودين مع السنترالات اللي هي العادية. يعني هتلاقي جزء من سنترال سيدي جابر فيه موبايل تيليكوميونيكيشن سويتشينج اوفيس. النظام ده مش شرط في كل دول العالم، لان المفروض في معظم دول العالم اللي يعني شركات خاصة هي اللي بتبني شبكات المحمول بتاعتها، وبالتالي كل واحد بيبقى ليه السنترال الخاص بيه. لكن اللي حصل هنا في مصر ان بداية الموبايل زي ما هنشوف في الفيرست جنريشن كانت المصريه للاتصالات هي اللي بنت الشبكات كلها، فبالتالي حطت ممكن لو سمحتوا المايك بتاعه مفتوح يقفله. فبالتالي المصريه للاتصالات لما بنت شبكات المحمول طبعا المكان الامثل بالنسبه لها لسنترالات المحمول كانت في نفس اماكن او قريب جدا من اماكن سنترالات العاديه بتاعتها، ان ده كان المكان المتوفر بتاعها. فبالتالي الموبايل كوميونيكيشن تيليكوميونيكيشن سويتشينج اوفيس والبي تي اس سي اللي هو اللي احنا عارفينه بتاع التليفونات السنترال العادي بتاعنا ده كانوا هنا في مصر في نفس المكان. لكن ده مش شرط بره، يعني بره ممكن قوي شركه المحمول الخاصه يكون الموبايل تيليكوميونيكيشن سويتشينج اوفيس بتاعها بعيد او في مكان مختلف عن البي تي اس سي بتاع البي تي اس ام سوري بتاعها. وبالتالي الاجزاء
المهمة لأي cellular system لازم يكون عندي base station. البيس ستيشن دي اللي هي برج المحمول لازم يكون فيها أنتنة كنترولر. كنترولر ده مهمته ان هو يتحكم في في المكالمات، يعني يشوف مين اللي بيحاول يتصل فيوصله ويشوف هيوصله فين، ولو في حد بينقل من منطقة لمنطقة بيعمل حاجة اسمها هاند اوفر هنشرحها كمان شوية. يعني لازم يكون غير الانتنة في حد متحكم في الكوميونيكيشن، وإلا كل الموبايلات هتبعت السيجنلز للانتنة بتاعت البرج، وبعدين البرج مش هيبقى عارف يعمل بيها ايه. فلازم يكون عندي كنترولر هو اللي يبتدي يوزع المكالمة دي رايحة المنشية يبقى لازم تروح سنترال المنشية، المكالمة دي رايحة اسيوط يبقى لازم تروح مثلا على سنترال القاهرة وبعدين أسيوط وتفر. الجزء الثاني الموبايل تيليكوميونيكيشن سويتشينج أوفيس، ده اللي هو بنقول زي السنترال بتاعنا، اللي هو بيوصل ما بين الأبراج بقى. ده يعني الستركتشر البيزك جدا لأي سيلولر سيستم. هنشوف بعد كده ان مع تطور أجيال المحمول الموضوع بيتعقد شوية عن كده. عندنا two types of channels ما بين الموبايل يونت والبي اس. الموبايل يونت اللي هو الجهاز بتاعنا المحمول اللي في ايدنا، والبيس ستيشن اللي هي البرج. لازم يكون ما بينهم control signal عشان exchange information لست اب ومينتيننج الكولز. يعني اولا انا بتصل فببعت signal للبرج انا عايز اتصل، فبيبتدي يديني يشوف في محط في frequency band فاضي علشان انا اتكلم عليه ولا لا، ويبعت لي يقول لي اوكي فيبتدي يوصلني، او يديني نتورك بيزي خلاص ما ينفعش ان انا اتصل لان هو اوريدي كل الشانلز بتاعته مليان. وطبعا الترافيك شانلز اللي بننقل عليها الداتا بتاعي. السيلولر سيستمز بتشتغل بانها بتقسم الاريا لزونز او سيلز. يعني انا لو عندي منطقه بالشكل ده وعندي برج موجود فيها، البرج ده المنطقه دي كلها مش يعني مش بي ممكن ان هو ما يقدرش يغطيها كلها بنفس في نفس الوقت، فبيبتدي يقسمها لزونز او سيلز. الزونز والسيلز دي عادة بنرمز لها بالشكل هكساجونال كده، يعني كده مثلا. ليه بيقسمها كده؟ علشان بيعمل حاجة اسمها frequency reuse. frequency reuse دي يعني انا ممكن استخدم مثلا هنا frequency اسمها F1. احنا عارفين ان الباند بتاعنا اللي بنبعت عليه اي communication هو باند محدود، هو الالكترومغناطيك سبكترم هو باند محدود. هنبتدي نقسمه للشانلز خلاص، بس في الاخر الشانلز دي عددها محدود برضو. فانا جات لهم فكرة ان احنا نعمل حاجة اسمها frequency reuse. frequency reuse دي يعني انا لو عندي سيلز كتيرة كده هقول والله انا لو هستخدم frequency اسمها F1 هنا، ممكن في سيل بعيدة شوية استخدم نفس الفريكونسي F1 بحيث ان هو المسافة اللي ما بينهم تضمن ان ما يحصلش interference ما بين الاثنين. F1 دي مين؟ F1 دي الفريكونسي بتاعت الكارير اللي ببعت عليه المكالمة بتاعتي. طبعا لو انا في سيل جنبها ما ينفعش استخدم نفس F1، هستخدم F2. يعني مثلا لو دي F1 كده باند كده اسمه F1، يبقى لازم يبقى اللي جنبها اسمها F2 واللي جنبها اسمها F3. السيلز اللي قريبين من بعض الـ adjacent cells دول كلهم لازم يستخدموا frequency bands مختلفة. بينما ممكن ان انا اكرر الباترن ده، اكرر النظام ده، اكرر الترتيبة دي في حتة تانية بنفس الفريكونسيز علشان اقدر استخدم نفس الباند. زي ما قلت لكم الهكساجونال سيل ستراكشر دي رمز، مش شرط ان السيلز تكون متقسمه هكساجونال. اللي بيحدد تقسيمه السيلز هي اللوكال توبوجرافي، التوزيع الجغرافيه بتاعه المكان. وبرضو اللي واوقات كتير يعني سايز بتاعت السيلز مش كلها بتبقى واحده. لما ببعت من البرج للعربيه او للموبايل اللي موجود معايا، في عندي تو لينكس
ببعت الأب لينك اللي هو من الموبايل للبي ستيشن، وفي عندي الداون لينك اللي هو ببعت من البي ستيشن للموبايل. يعني المكالمة بتاعتي بتطلع على الأب لينك وأنا بتكلم، وبتنزل على الداون لينك وأنا بسمع. ايه ميزة السيلولر سيستم؟ ان احنا بنعمل حاجة اسمها Space Division Multiplexing، يعني كل base station زي ما قلنا حواليها transmission area او cell، تيجي base station تانية يبقى حواليها transmission area تانية. فاحنا ممكن زي ما قلنا الباترن اللي استخدمناه، عدد الفريكونسيز اللي استخدمناها هنا وقيمتها، نرجع نستخدمها هنا تاني. يبقى احنا كده بنقسم السبيس، بنقسم المساحة وبنعمل space division multiplexing. الادفانتجز بتاعت cell structure: higher capacity، وبالتالي اقدر استخدم higher number of users. طالما السيلز قريبة من البيس ستيشن يبقى محتاجة الباور اقل. البيس ستيشن بتتعامل مع الانترفيرنس والترانسميشن اريا، كلها حاجات لوكالي. الديسادفانتجز ان طبعا لازم بعد كده البيس ستيشن دي لازم اوصلها بفيكس نتورك للسنترال. بقى القصة الكبيرة حاجة اسمها الهاند اوفر. يعني ايه الهاند اوفر؟ يعني انا لو عندي كده سيل، ودي حاجة احنا طبعا بنعاني منها جدا جدا جدا، وهقول لكم فين. طبعا غير ان هو دلوقتي مؤخرا شبكات المحمول يعني بقت السيرفيس بتاعتها معظمها سيء، لكن في مناطق في اسكندرية الهاند اوفر بتاعها معروف جدا ان هو فاشل او مش موجود. لما تكون مع ماشي على الكورنيش على البحر ورايح من معدي على كوبري سيدي جابر، انت فجأة وانت داخل على كوبري او وانت قبليه بشوية لغاية ستانلي كده ما عندكش نتورك. اي مكالمة انت بتعملها لو انت راكب عربية مش هتلاقي المكالمة فصلت تماما. ليه؟ لان هو المنطقة دي هاند اوفر ما بين تو سيلز. يعني سيل انا بكون على فريكوينسي باند اسمه F1 وماشي بالعربية، فانا دخلت في الحيز الجغرافي بتاع السيل التانية، ومفروض انقل على فريكوينسي اسمها F2. النقلة من فريكوينسي F1 لفريكوينسي F2 دي اسمها هاند اوفر. الهاند اوفر ده لو مش مظبوط خلاص المكالمة بتقطع، وده اللي بيحصل. يعني دي منطقة مميزة جدا، جربوها حتى وانتوا ماشيين بعربية، راكبين تاكسي واتفر من على الكورنيش، اطلع على المنطقة بتاعت سيدي جابر وانت بتتكلم، هتلاقي دافنتلي السيجنال بتقطع في الحتة دي. ممكن طبعا لو انا حاطة الفريكونسي ريوز بتاعي، لو انا حاطة مثلا F1 تاني قريبة، يبقى هيحصل انترفيرنس ما بين الاثنين سيلز. ليه؟ لان نفس الكارير، فانا ببعت داتا على نفس الكارير في مسافة قريبة، يبقى طبعا هيحصل انترفيرنس. السيل سايزز مش واحدة، مش بتبقى سيل واحدة، حجمها ممكن يعني يبقى كام كيلومتر، لغاية ممكن توصل لغاية 35 كيلومتر، ممكن تبقى 2-3 كيلو بس، على حسب الحاجة وعلى حسب كثافة الاستخدام وعلى حسب عدد اليوزرز اللي موجود. كل ما قل عدد اليوزرز كل ما كبر السيل سايز، لأن هي بتقدر بنفس عدد الشانلز تغطي مساحة كبيرة لأن الضغط عليها قليل. بينما لو زاد عدد اليوزرز يبقى بتبقى السيل سايز لازم يقل. في أسئلة لغاية دلوقتي في الجزء ده؟ عمرة رمضان ولا عمارة رمضان؟ عمرة يا دكتور. عمرة بتكتب كده دلوقتي؟ ما هو هما كان لما بعتوا لي الميل كان كده يعني، ولحد دلوقتي ما عرفتش اعدلها. اوكي عمرو دكتور. ايوه اتفضل. الصوت عند حضرتك بيقطع شويه، فعايز اتاكد ده من عندي انا بس. لو كده يبقى اشوف الريكوردينج ولا ده عند كله، فكده يبقى في مشكله في الريكوردينج في الاخر. انا مش عارفه، ممكن تسالهم بقى، ممكن تانيين يجاوبوا. الصوت عندي هو انا ما فيهوش مشكله. خلاص تمام، شكرا. أوكي. الصوت فيه مشكله، ما فيهوش مشكله عندكم مش كده ولا في حاجه؟
طيب في اي اسئله على الجزء بتاع السيلز والفريكوينسي ريوز ده؟ طيب انا دلوقتي عندي السيلز موجودة عندي جنب بعض، ايه الافكار اللي ممكن اعملها كمهندس علشان اكبر النتورك بتاعتي؟ يعني انا عندي دلوقتي 20 مشترك بيستخدموا النتورك بتاعتي ومبسوط بيهم، بس فجأة الناس مبسوطة قوي من النتورك وعمالين بيقولوا لبعض احنا ده شركة كذا ممتازة جدا، يعني تعالوا اشتركوا فيها، دي المكالمات بتاعتها ما بتقطعش وحاجة هايلة والتعريفة بتاعتها رخيصة وتفر. فبقى في طلب، بقى في طلب ان الشركة دي بدل ما عندها 20 مشترك بقى عندها 80 مشترك، تعمل ايه الشركة دي؟ يا اما تزود عشان ترضيهم، هو لو اشتغلت بنفس عدد التشانلز اللي كانوا العشرين مبسوطين بيها يبقى اكيد التمانين عمرهم ما يكونوا مبسوطين، لان لما هتيجي يجوا يتكلموا هيحصل لهم ايه؟ زي في التليفونات هيحصل لهم بلوكينج، ما مش هيلاقوا تشانلز. فيا اما تزود عدد التشانلز، عشان تزود عدد التشانلز يعني معناها انها لازم تشتري فريكونسي باند اكبر، وممكن نقول ان هي هتضحي بالفلوس وتشتري، ولكن الحقيقة ان ممكن ما يكونش فيه متوفر، يعني هو ممكن تكون برضو شركات محمول تانية اوريدي شارية بانز، والبانز دي المشكلة الابدية بتاعتنا في الكوميونيكيشن، البانز فريكونسي باند اللي بنقدر نبعت عليه محدود مهما عملنا فهو محدود، او يستخدموا موديليشن تكنيك احسن ومالتيبل اكسس تكنيكس، بحيث ان انا اقدر نفس الفريكونسي باند استخدمه بأكتر من لأكتر من يوزر، زي مثلا الـ FDM والـ TDM والحاجات دي، أو نعمل الـ Reuse بتاع الـ Cells. الـ Reuse بتاع الـ Cells هو الكونسبت اللي أنا شرحته لكم، أن أنا الـ Frequency Bands اللي أنا بستخدمها في منطقة أرجع أستخدمها هي هي في منطقة تانية، وأرجع أستخدمها هي هي في منطقة تالتة. الفكرة دي بيسموها Frequency Reuse، ودي أكتر حاجة مستخدمة مع طبعا المالتيبل اكسس تكنيكس، دي دول اكتر حاجتين مستخدمين عشان يكبروا السعه بتاعه شبكات المحمول، عشان شبكات المحمول تقدر تزود عدد المشتركين، فهم بيركزوا في النقطتين دول ان هم يستخدموا احدث المالتيبل اكسس تكنيكس والفريكوينسي ريوز باترنز اللي موجوده. طبعا الفريكوينسي ريوز المين كونسرن فيه والعيب القوي فيه هو كود شانل انترفيرنس. كود شانل انترفيرنس يعني انا عندي هنا فريكوانسي اسمها F1 ونفس، وعندي سيل تانية بتستخدم نفس F1، يعني كارير هنا هو كارير هنا، يعني المعلومات لو المسافة قريبة المعلومات دخلت على بعض. عشان كده بنحتاج حاجة اسمها فريكوانسي بلانينج، يعني لازم نعمل بلانينج ازاي نستخدم الفريكوينسي ريوز باترنز دي. هنتكلم باختصار كده بنعمل بلانينج ازاي. يعني طبعا المسؤول اساسا عن الشانل او عن بس الكارير هو البيس ستيشن. البيس ستيشن دي بتبقى دايما بتكفر زي ما قلنا بتكفر منطقة حواليها على حسب الباور اللي هي بتشتغل بيها. ده الحاجات دي انا شرحتها اوريدي في فكره الفريكوينسي ديوز. هندخل على الباترن ده عشان نشوف ازاي بنحسبه وازاي بنحسب الكلاستر سايز. يعني ايه كلاستر سايز؟ يعني لو نبص هنا في المنطقه دي ده هتلاقي ده كده اسمه كلاستر اللي أنا برسمه دلوقتي، ده كلاستر. خلاص الكلاستر ده هو لو بصينا هنلاقيه هو اللي متكرر. لا سوري أنا خدت كلاستر غلط، الكلاستر هو ده كده، سوري ده كده المفروض لو كان كامل كان هيبقى في المنطقة دي كده. هو ده يعني لو بصينا لتقسيمة يعني في النص في السال البيضة ده معناها ان هنا وهنا نفس الفريكونسي اوف ذا كارير،
السيل المخططه بالطول دي معناها ان هنا وهنا نفس الفريكوينسي بتاعت الكارير، السيل اللي عامله زي كره القدم دي هنا وهنا نفس الفريكوينسي بتاعت الكارير. تمام، عشان نحدد الكلاستر سايز، عشان يعني انا لو بصيت كده بمجرد النظر ممكن ما اقدرش ارسم الكلاس، انا بس عشان عارفه الحل بتاعه فانا مشيت على الكلاستر صح، بس انا ممكن لو بصيت ابقاش عارف هو المفروض الكلاستر سايز بتاعي ده قد ايه. فبنستخدم طريقه الكلاستر سايز ده بنرمز له كابيتال ان، وليه معادله اسمها اي سكويرد زائد اي جي زائد جي سكويرد، واي وجي دول ارقام من 0 1 2 3. بنحسبها ازاي؟ بالطريقه دي بالظبط. احنا دلوقتي الاي دي اللي مكتوبه في السلايد اللي جايه هي ترمز للسل البيضه، السل البيضه دي اللي هم نفس الفريكوانسي مع بعض وموجودين في قلب الكلاستر. تمام، يبقى السل البيضه هنا مثلا ده ستراكشر غير اللي فات. السل البيضه اهي اللي مكتوب فيها ايه، وادي اللي مكتوب فيها ايه تاني. بعمل ايه؟ بتحرك من قلب السل بتاعتي لقلب سل جنبها لقلب سل جنبها لقلب سل جنبها، اوكي؟ وبعد كده اغير اتجاهي عشان اوصل للسنتر. انا الهدف ان انا اوصل من السنتر ده للسنتر ده، بس ما ينفعش اطرب خط كده، اوكي؟ مش عارفه ينفع. في اريزر اهو، ما ينفعش اخد الخط اللي هو كان دايركت، انا لازم وانا بتحرك اتحرك دايما من قلب سل، من سنتر بتاع السل لسنتر بتاع السل البحتة، اوكي؟ ما ينفعش اتحرك كده خلاص، لازم اكون بتحرك من سنتر لسنتر. تمام، انا مشيت هنا واحد اتنين تلات خطوات، يبقى الاي بتاعتي في الاتجاه ده بتلاتة. تمام، وبعدين مشيت من هنا خطوة اتنين وصلت للاي، يبقى الجي بتاعتي باتنين. المعادلة بتقول الان بتساوي اي تربيع اللي هي تسعة زائد اي في جي اللي هي تلاتة في اتنين بستة زائد جي تربيع اللي هي اربعة، هتطلع الكلاستر سايز 19. يعني ايه كلاستر سايز 19؟ يعني انا عندي 19 الباترن بتاعي مكون من 19 سل متكررين. تمام، طب لو بصينا هنا للسيلز اللي عندي، انا الكلاستر سايز بتاعي كام هنا؟ انا عشان اعرف الكلاستر سايز بتاعي كام هتحرك مسافه 2 يبقى الاي ب 2، وبعدين هتحرك مسافه واحده من هنا لهنا يبقى الجي ب 1، يبقى الان هي 4 اللي هي اي سكويرد زائد 2 زائد اللي هي 2 اللي هي اي في جي زائد 1 اللي هي الجي تربيع، يبقى 7. لو عديتوا السيلز هنا هتلاقوا 1 2 3 4 5 6 7، يبقى فعلا هم 7 اللي متكررين. لو بصيت عليهم هنا هتلاقيهم هم 7، لو بصيت في اي حته ثانيه هتلاقي السيل سايز بتاعتي 7، و7 ده رقم من الارقام اللي يعني اكشولي واقعيه جدا في كوميونيكيشن وشائعه الاستخدام ال7 سيل كلاستر سايز ده. قبل ما احسب الـ number of channels وكده، في حد عنده اسئله مش عارف الـ cell size او الـ cluster size نحسبه ازاي؟ عمرو، باشمهندس عمرو. يا دكتور، طب هو دي احنا بنشوفها ازاي؟ يعني احنا دلوقتي شايفين الموديل هو على شكل الهكسجون، هي في الحقيقه دي بتعبر عن ايه؟ يعني هل دي base stations او حاجه؟ انت يعني انت ما بتشوفش ده في الحقيقه. اللي في الحقيقه بيحصل انك انت البيس ستيشن موجوده في واحده من الكلاسترز دول، في اي سيل منهم، خلاص عاده بتكون في الايه، في السنتر، وهي المسؤوله تمام عن ان هي تدي فريكوانسيز مختلفه كاريرز مختلفه للسبعه سيلز اللي حواليها. وبالتالي هنا في بيس ستيشن ثانيه، وهنا في بيس ستيشن ثالثه، كل بيس ستيشن مسؤوله عن كلاستر في السنتر بتاع الكلاستر. المفروض ان انا الاقي البيس ستيشن، صح كده؟ بالظبط كده، بالظبط كده. هي كل بيس ستيشن موجوده في السنتر بتاع الكلاستر، وهي المسؤوله عن ان هي تدي الديفرنت كارير فريكوانسيز للسيلز اللي حواليها. يعني لو هنا يبقى البيس ستيشن بتاعتي ادي واحده، ادي الثانيه، ادي الثالثه، وهكذا.
تمام؟ تمام تمام في أسئلة تانية؟ أوكي. طبعا كل ما كبر الكلاستر سايز كل ما أصبحت ممكن إن أنا أستخدم different carriers في الرينج حوالين البيس ستيشن. تمام؟ كل حاجة ليها ميزة وعيب. يعني طبعا هو الموضوع في الآخر بيكون زي تريد اوف كده ما بين الحاجات المتاحة عندي. هنشوف أحسن اكزامبل عشان نفهم أنا قصدي إيه دلوقتي. بيقول لي if a total of 33 megahertz bandwidth is allocated to a particular cellular telephone system. يعني الشركة بتاعتي مسموح لها الباند اللي مسموح لها هو 33 megahertz which uses two 25 kilohertz simplex channels. يعني ايه simplex؟ يعني communication in one way. طبعا احنا ما عندناش في الموبايل نتورك communication in one way, عندنا دايما duplex. فبالتالي انا لو عندي, عشان احنا عندنا uplink وdownlink, يبقى انا عندي يعني كل مكالمة محتاجة اتنين من ال 25 دول عشان تتم المكالمة. اوكي, الuplink ده simplex والdownlink ده simplex, بس هو في الاخر المكالمة عشان تتم لازم duplex, لازم الاتنين اكون حاجزهم ليوزر معين. To provide full duplex voice and control channels. Compute the number of channels available per cell. If a system uses 4 cells, 7 cell reuse, 12 cell reuse. يعني ايه؟ يعني مرة السيستم بتاعي ال cluster size بتاعه ال N بتاعه 4. ومرة ال N بتاعته 7 ومرة ال N بتاعته 12. Okay? وبعد كده بيقول لي لو 1 megahertz of the allocated spectrum is dedicated to control channels, determine an equitable distribution of control channels and voice channels. خلينا بس نحل الجزء الاولاني وبعدين نتكلم على دخول الكنترول channels معايا. احنا دلوقتي عندنا التوتال باندويث بتاعنا 33 megahertz وقلنا الشانل باندويث 50 kilohertz. يعني في الاخر عندي كام شانل؟ 33 ميجا على 50 كيلو يعني 660 شانل. لو الكلاستر سايز بتاعي 4 يبقى معناها ايه؟ معناها ان انا عندي 165 شانل available per cell. ليه؟ لان انا دلوقتي عندي مجموع 660 شانل. خلاص؟ هكررهم في اربعات. كل يعني هاخد 4 frequencies وارجع اكرر 4 و4 و4. يبقى انا ممكن اعمل, يعني لو انا عملت الحكايه دي هيبقى عندي كام شانل متاحه عندي؟ 165 شانل. فاهمين اللي انا بقوله ولا مش فاهمين؟ مش مهندسين؟ مش مهندس عمر؟ يعني هو يا دكتور كل سل من دول فيها نفس الفريكونسيز الموجوده في السل اللي جنبها؟ هو ده قصد حضرتك بان هو اربعات وبكررها؟ لا مش كل سل, كل كلاستر, كل اربعه سيلز بيرجعوا يكرروا تاني ويرجعوا يكرروا تاني. اها تمام. يعني هو جوه الكلاستر نفسها ما فيش فريكونسيز متكرره؟ بالظبط. ما هو طبعا ما هو كلاستر لازم يكون الكلاستر لازم كل الفريكونسيز اللي فيه تبقى مختلفه لان هو معتمد على نفس البيس ستيشن. ما ينفعش نفس البيس ستيشن تطلع نفس الكارير للسيلز المختلفه والا هتعمل انترفيرنس ديفنتلي لان السيلز جوه الكلاستر كلها قريبه جدا من بعض. مظبوط تمام. فانا اللي بعمله ايه؟ انا حاطه بيس ستيشن هنا في مكان حواليها اربعه سيلز. يعني طبعا الرسمه مش دقيقه, هو السيلز دي كلها لازم تكون طبعا لازقه في بعض. خلاص تمام. الاربعه سيلز دول ممكن اوزع عليهم 660 شانل بس, و 660 شانل دول كل واحده فيهم ليها فريكوانسي مختلفه. بس انا ما ينفعش احط 660 هنا و 660 هنا و 660 هنا و 660 هنا لان ده هيحصل كده انترفيرنس. فانا هاخد 165 فريكوانسي من المتاحه عندي احطها للـ
سيل نمبر 1 وال165 التانيين لسيل نمبر 2 وسيل نمبر 3 وسيل نمبر 4. فين هيحصل التكرار؟ عند الكلاستر اللي جنبه مع البيس ستيشن اللي جنبه. البيس ستيشن اللي جنبه ال165 اللي هنا دول هيرجعوا يكرروا هنا، وال165 اللي هنا هيرجعوا يكرروا هنا، واللي تحت دول دول برضو أربعة سيلز يبقى هيرجعوا يكرروا تاني. وصلت الفكرة؟ تمام. أنا مش شايفة حد بيرد عليا، هي الناس التانية يعني فاتحة وما بت مش سامعيني ولا إيه؟ وانس أحمد شعبان، أحمد سمير، علي ربيع، أنا معاك يا دكتور. الفكرة واصلة؟ تمام واصلة. اوكي طيب، لو انا كبرت الكلاستر سايز يبقى بدل ما انا هقسم عدد الشانل 660 على 4 هقسمهم على 7، يبقى بدل ما كل سيل كان فيها 165 بقى فيها 95 شانل بس. خلي بالنا لما نيجي نعمل القسمه هيطلع كسر، الكسر ده بنهمله لان انا يعني ما ينفعش انا مثلا هيطلع لي 95.2، ما ينفعش اقول عندي 95.2 شانل، وما ينفعش اقول عندي 96 لان انا 96 دي هجيبهم منين؟ ما انا اضرب 96 في 7 هيطلع رقم اكتر من 660 مش موجودين عندي اصلا. طيب لو ان بقى 12 لو كبرت كمان يبقى هيطلع عندي 55 شانل. طب انا ايه الفايده ان انا عمال اكبر الكلاستر سايز؟ طب ما انا استخدم اقل كلاستر سايز ممكن وكده يبقى عندي فريكوينسيز كتير متاحة، يبقى عدد اليوزرز اللي ممكن يستخدم نفس البيس ستيشن أكتر بكتير. الفكرة إحنا بنكبر الكلاستر سايز علشان نمنع الكود شانل انترفيرنس، لأن أنا كده أنا حط أهي أدي السيل دي والسيل دي بيستخدموا نفس الفريكوينسي. أنا عشان أوريكم بس هما بيبقوا عاملين إزاي، خلاص يعني دي سيل نمبر 1 هنا هتبقى هنا ده كلاستر اهو اللي انا ماشي عليه، ده كلاستر اهو هيجي كلاستر تاني بقت سيل نمبر. بصوا المسافه ما بين التو سيلز اللي بيستخدموا نفس الفريكوانسيز كبيره صغيره سوري، بينما لو انا كنت استخدمتها سيل كلاستر نمبر 7 يبقى اللي هي الرسمه دي يبقى بعدت المسافة، بدل ما كانت قريبين هنا لو الفور كان هتبقى تحتها هنا كده، يعني الأبيض كان هيجي هنا أبيض تاني هنا، بينما السيفن المسافة كمسافة فيزيكال بعدت عن ما بين التو سيلز اللي بيستخدموا نفس الفريكونس. لما أعمل 12 أكيد المسافة هتبعد أكتر وأكتر، المسافة بتبعد فبضمن إن ما بيحصلش انترفيرنس بس بفقد عدد channels per base station. يعني أنا دلوقتي كان البيس ستيشن دي ممكن تخدم 165 واحد يكلموا عليها معاها في نفس الوقت، دلوقتي أصبحت تخدم بس 55، فبالتالي الموضوع كله بيكون trade off. وزي ما قلت لكم هتلاقوا كتير قوي N بتساوي 7 دي موجودة حتى في practical situations. هو زود لي حاجة كمان على المسألة، قال لي أنا هاخد 1 ميجا هرتز من ال 33 دول، لأن إحنا زي ما قلنا إحنا لازم يكون عندنا حاجة اسمها كمان control channels، يعني أنا المكالمات ما ينفعش تتم غير لما يكون عندي control channels. هو الحقيقة إحنا بنحتاج لكل base station لكل cluster 1 control لكل سيل بنحتاج ليها 1 control channel، مش لكل cluster لكل سيل. يعني مش كل user بيحتاج يبقى ليه control channel خاصة بيه، هي control channel واحدة بتتبعت عليها الانفورميشن بتاعت الكنترول، لأن الانفورميشن بتاعت الكنترول بتبقى كل user معروف ليه identity number هنتكلم عليها بتبقى خاصة بيه، فالمعلومة عمرها ما بتروح لحد غلط. فبالتالي لو أنا خدت من الـ 33 ميجا اللي كانوا متاحين عندي خدت منهم 1 ميجا خصصته للـ control channels، يبقى أنا
لو اخدت الواحد ميجا ده قسمته على الخمسين اللي هي الدوبلكس شانل سايز، يبقى عندي 20 كنترول شانل من 640 660. يعني اكشولي انا ما اقدرش استخدم ال 660 كلهم كفويس شانلز، لا انا هقدر استخدم 20 منهم كنترول و 640 فويس شانلز. وطالب مني في الحاله دي احسب من جديد انا عندي كام شانل بير سيل. فارجع تاني لكل كلاستر سايز اقول n بتساوي 4. تمام، كنا ممكن نقول ان احنا ال 20 كنترول شانل دي هنقسمها على 4، يبقى عندي لكل سيل عندي 5 شانلز. بس اكشولي احنا عارفين ان احنا مش محتاجين غير 1 كنترول شانل، فاحنا هنستخدم 1 كنترول شانل وهنقسم ال 640 اللي فاضلين على ال 4. لو قسمنا 640 على 4 هيطلع لي 160 فويس شانل. يبقى اذا انا عشان اخذت جزء من الباند خصصته للكنترول، بدل ما كان عندي 165 شانل اقدر اتكلم عليهم اصبح عندي 160 فويس شانل. ودي ما لهاش حل، احنا محتاجين الكنترول شانلز لازم تكون موجوده معانا. لو كبرت كلاستر سايز n بتساوي 7، ستيل انا عندي 1 كنترول شانل لكل السيلز، لكل سيل. فهقسم 640 على السبعة، هيطلع لي ثانية واحدة كده هعملها قدامي. ستمية واربعين على سبعة هيطلع 91.4. 91. واحد وتسعين واربعة من عشرة. لو اخدنا 91 ضربناهم في 7 هيطلع 637. تمام، فممكن اقول هما كل سيل هيبقى فيها 91 شانل سوري، واسيب ال 4 من 10. او هما يعني عشان يستخدموا الحد الاقصى قالوا يبقى هنحط 4 سيلز هيحط لهم 91 فويس شانل و 3 سيلز فيهم 92. فانت لو ضربت 4 في 91 زائد 3 في 92 هيطلع لك 640. يعني الحل ده موجود والحل ده موجود، بس هو طبعا احنا بما ان احنا بيبقوا الشركات المحمول عايزه تستغل كل الاوبشنز اللي متاحه قدامها، فبتبقى طالما عندي 640 شانل مش هستخدم 637، انا هستخدم 640 كاملين. نفس القصه بالنسبه ل n بتساوي 12، برضو 1 كنترول شانل وهقسم ال 640 على 12 هيطلع لي برضو رقم فيه كسر ف 53 وشويه. فهقول هشوف بقى كام، يبقى مثلا 8 سيلز هيبقى فيهم 53 و4 سيلز هيبقى فيهم 54. واضح المثال ده ولا في حد عنده عايز اعيده؟ تمام يا دكتور، واضح يا دكتور. تمام، اوكي. طيب الحاجات من الحاجات المين كونسيرن يعني الهاند اوفر في الموبايل بيمثل مشكله، والكود شانل انترفيرنس. وزي ما قلنا الكود شانل انترفيرنس دي بتيجي نتيجه لان بيكون كلاستر سايز قليل، فبيبقى عندي السيلز اللي بتستخدم نفس الفريكوانسيز قريبه جدا من بعض. وطالما ان هي بتستخدم نفس الفريكوانسي يعني نفس الكارير، يعني الانفورميشن ممكن يحصل ما بينها انترفيرنس. للاسف في الحاله دي يعني احنا في الكوميونيكيشن سيستمز الثانيه ممكن قوي ايه اعلي السيجنال تو نويز ريشيو. يعني ايه السيجنال تو نويز ريشيو؟ ده انتوا خدتوا الموضوع ده مع الدكتور احمد سعيد، يعني الباور بتاعت السيجنال اعليها عشان تتغلب على النويز. بس المره دي النويز اللي بتحصل جايه من ان في يعني معلومتين راكبين على نفس الكارير، فانا لما هعلي الباور بتاعت الكارير مش هوصل لحاجه، بالعكس ده انا كده هزود الانترفيرنس. فالحل ان انا عشان اقلل الكود شانل انترفيرنس ان انا اكبر الكلاستر سايز او ازود المسافه ما بين التو سيلز اللي بيستخدموا نفس الفريكوانسي. في بقى حاجه اسمها فريكوانسي ريوس ديستنس، دي طبعا اتعملت بعد حسابات وتجارب ومش عارفه ايه. دي هي يعني لقوا ان المسافه
المناسبه ان احنا نستخدمها بنسميها كابيتال دي مقسومه على السيل راديوس بتطلع جذر 3 في ان. ولو احنا بصينا على الكارير باور، الكارير باور بتتناسب مع 1 على ار اس جاما، وجاما دي رقم بيساوي 4، والار ده هو السيل راديوس. يعني عشان نقلل الكو شانل انترفيرنس بيحسبوا حاجه اسمها دايما الكيو اللي هي الدي على الار. كل ما صغرت الكيو كل ما كان larger capacity يعني عدد channels كبيرة، ولكن cluster size الصغير، وبالتالي الانترفيرنس ممكن تبقى أكتر. كل ما كبرت الكيو يعني معناها عدد channels اللي بتوفرها السل الواحدة أقل، ولكن على بكسب إن أنا co-channel interference بتبقى أقل عشان cluster size بيزيد. دي ارقام كده لكلاستر سايز مختلفه، والكيو الحسابات بتاعتها. يعني ادي لو كلاستر سايز 3 الكيو ب 3، لو كلاستر سايز 13 الكيو ب 6.2. كل ما زادت الكيو كل ما كان احسن من ناحيه الكو شانل انترفيرنس، ولكن اوحش من ناحيه ان انا هيبقى عندي كلاستر سايز كبير، فبالتالي هقسم نفس عدد الشانلز المتاح اللي هو الفريكوانسي باندز بتاعتي اللي متاحه اللي ما عنديش غيرها، هقسمهم على عدد سيلز كتير. يعني كل يوزر، كل بيس ستيشن هيبقى المتاح قدامها ان هي تخدم عدد اقل من اليوزرز. ده ايه مشكلته؟ مشكلته ان هو بيخلي البلوكينج بروبابيليتي تعلى. انا لما اجي احاول اتصل بالبيس ستيشن ما الاقيش افيلبل frequency bands أتكلم عليها، وبالتالي يحصل لي blocking. الموبايل يعني طبعا زي ما قلنا حاجة من الحاجات اللي هي بتساعد على إن أكتر من user يستخدم نفس frequency band هما multiple access techniques، وإحنا اتكلمنا قبل كده عليهم في التليفونات. هم هنا بس بيسموهم بطريقة مختلفة، بدل ما هو FDM و TDM بيسموهم FDMA عشان هي Multiple Access، و TDMA عشان Time Division Multiple Access، وبيدخل معهم طبعا Code Division Multiple Access، وده يمكن أكتر حاجة مستخدمة في الموبايلات دلوقتي، لأن الـ FDM هو actually more concerned بالأنالوج، بينما الـ TDMA و CDMA دول أكتر في الديجيتال، وإحنا حالياً مفيش أنالوج نتوركس، يعني كله شغال ديجيتال. طبعاً الميزة في الـ CDMA إن أنا بعمل هنا كود، يعني أنا مش بحط على نفس الكارير، أنا ممكن أحط على نفس الكارير، بس أنا بعمل كودينج للسيجنال، وكل بشفرها، فكل سيجنال بعمل لها كودينج بطريقة مختلفة، فأقدر أبعت كل الكودز دي على نفس الكارير، ما عنديش مشكلة خالص. فأنا ممكن أستخدم actually one أو single cell reuse pattern، يعني أنا ممكن البيس ستيشن بتاعتي تبقى بتكفر one cell بس، واللي جنبها بتكفر one cell بس، والسيل دي كبيرة جدا، لأن أنا actually ببعت الرسائل مشفرة، مش بقى ماليش دعوة بكاريرز ومش كاريرز، أنا ببعت الرسائل كلها مشفرة، وكل رسالة ليها الشفرة الخاصة بتاعتها. الفريكونسي ديفيجن دوبلكسينج والتايم ديفيجن دوبلكسينج، دي ترمينولوجيز خاصة بأن احنا عندنا up وداون لينكس، يعني ان هما بيقسموا الفريكونسي بانز ما بين الموبايل بتاعي وما بين البيس ستيشن. في فرق ما بين الفريكونسي ديفيجن مالتيبلكسينج او المالتيبل اكسس وما بين الدوبلكسينج. الدوبلكسينج خاص بفكرة ان انا عندي up وداون لينكس، فببعت حاجة على ببعت فريكونسي للأبلينك وفريكونسي للداونلينك، أو تايم ديفيجن دوبلكسينج عشان أعمل الأب والداونلينكس، بينما المالتيبلكسينج إن أنا ببعت كذا مكالمة بفريكونسيز مختلفة. واصل الفرق؟ يعني في فرق في التسميات، لأن هما بيتكلموا على حاجتين مختلفين. الدوبلكسينج بيتكلم على العلاقة ما بين الموبايل والبيس ستيشن بتاعته، بينما المالتيبلكسينج بعد ما وصلت المكالمات للبيس ستيشن وعايز تتنقل بعد كده للسنترال. تمام؟
تمام يا دكتور. في حد رافع ايده؟ انا يا دكتور. في الاستيشن بتاعت المالتي بلاكسنج، وهي راجعه من الاستيشن للسنترال بقى. مش هو هنا بيحصل مالتي بلاكسنج صح؟ الميديوم اللي هي ماشيه فيه هنا بيبقى المفروض هو وايرد ولا وايرلس؟ من البيس ستيشن للسنترال وايرد. يعني المالتي بلاكسنج ده هيبقى على واير عادي، يعني في الانترفيسز اللي احنا اتكلمنا عليها في الوايرد. بالظبط كده، بالظبط كده. اوكي تمام. يعني هي كل البيس ستيشنز مينلي شغاله وايرد مع السنترالات. تمام. الاكزامبلز اللي موجوده يعني هنعرف معناها او الكلام ده ايه لما نتكلم على الجينريشنز المختلفه بتاعه الموبايل. هنبتديها النهارده ونخلصها المره الجايه ان شاء الله. في الفريكوينسي ديفيجن دوبلكسنج عندنا حاجه اسمها دوبلكسر. الدوبلكسر ده هي دو جايه من اتنين، هو اكتشلي ما عندناش غير تو فريكوينسيز بس، واحده للاب واحده للداون. بينما المالتيبلكسنج عشان بيبقى عندنا كاريرز كتير بفريكوينسيز مختلفه. دوبلكسر ده عشان نقدر نستخدم انتنه بتاعه الموبايل وبتاعه البيس ستيشن للترانسميشن وريسبشن بنفس الوقت. يعني احنا الانتنه الموبايل اللي في ايدينا ده الانتنه بتاعته ما بتستخدمش فريكوينسي واحده، بتستخدم اتنين فريكوينسيز مختلفين، واحده للابلينك واحده للداونلينك. عشان الانتنه دي عاده الانتنز بتبقى مصممه لفريكوينسي معينه، فعشان تقدر ان هي تعمل اكتر من فريكوينسي بالنسبه للموبايل بتاعنا بيسمها فيها حاجه اسمها دوبلكسر. طبعا زي الفريكوينسي ديفيجن مالتيبلكسنج لازم يبقى فيه زي جارد باند ما بين الابلينك والداونلينك عشان ما يحصلش انترفيرنس او ما يحصلش انتر سيمبل انترفيرنس لو هي ديجيتال كوميونيكيشن. والتايم ديفيجن تايم ديفيجن دوبلكسنج يعني ممكن ان انا اعمل الكوميونيكيشن اللي ما بين الانتنة وما بين الموبايل بتاعي ممكن يكون عن طريق فريكوينسي ديفيجن دوبلكسنج، يعني ببعت على باند واستقبل على باند تاني، او اعمل تايم ديفيجن دوبلكسنج يعني ببعت واستقبل على نفس الباند بس في تايم سلوتس مختلفه. اللي ينطبق عليهم ينطبق على يعني اللي ينطبق على المالتيبلكسنج العادي ينطبق على الدوبلكسنج في القوانين بتاعتهم او في الليميتيشنز بتاعتهم. حاجه من المشاكل اللي بتبقى عندنا دايما موجوده في يعني هي مشكله وميزه. احنا عارفين طبعا ان احنا لما بنتكلم ما بنبقاش شايفين اللي احنا بنكلمه في الموبايل. انا بكلم واحد هنا وهو مثلا في المنتزه في المنشيه في وداف، فالسيجنال عشان تمشي عشان توصل من عندي لغايه البيس ستيشن انا مش شرط ان انا برضو اكون شايفه البرج، مش لازم عشان اتكلم مش شرط ان انا اكون شايفه البرج. فبتعتمد يعني الموبايل كوميونيكيشن بتعتمد على حاجه اسمها المالتي باث بروباجيشن. السيجنال اللي في الموبايل اللي في ايدي ده يطلع سيجنال. السيجنال دي ممكن لو انا زي الرسمه هنا في العربيه لو انا في العربيه ممكن تخبط مثلا في اشاره المرور وتوصل يحصل لها ريفلكشن فتوصل للبرج، ممكن تخبط في عماره وتوصل للبرج، وممكن يكون في دايركت لاين اوف سايت بتاعي بس ده بيني يعني الخط المباشر ده اللي ما بين البرج بالليزر بوينتر اللي ما بين البرج وما بين العربيه ده اسمه لاين اوف سايت. line of sight يعني احنا اللي بيتكلم او العربيه والبرج شايفين بعض وما بينهم ما فيش اي عوائق. بس ده طبعا حاجه بتبقى مش ده العادي. بينما العادي بقى ان انا لو السيجنال مثلا جاي لي من البرج لو انا بسمع حد فهتلاقي مثلا حصل ريفلكشن كده وحصل ريفلكشن كده وجا line of sight. طب ده ايه المشكله؟ المشكله ان انا السيجنالز عندي هتيجي ادي لاين اوف سايت اهي الزرقاء مثلا وهتيجي شبهها بامبليتيود اقل متاخره اللي هي اخذت مسافه اطول فبيحصل انترفيرنس. فلازم الانتر سيمبل انترفيرنس دي برضو لازم تتحل، يعني لازم الموبايل بتاعي يكون عنده القدره على ان هو يحلها.
بيحلها ازاي وفين بقى، ده مش قصتنا في في الكورس ده، ولكن دي حاجة ممكن لو حد فيكو interested يقرأ فيها شوية وبعد كده هتاخدوها لو انتوا في التصرف. انا كده يعني عملت الانترودكشن بتاعتي على سيلولر سيستم، وحابه ادخل اتكلم بقى على الايفوليوشن بتاعت الموبايلز، يعني التطور بتاعهم والجنريشنز من اول الزيرو جي لغايه الفايف جي اللي احنا فيها النهارده. في اي اسئله قبل ما ادخل في الجزء ده؟ اوكي. طبعا غني عن القول ان الموبايل كوميونيكيشنز هي اصبحت الترند بتاع الكوميونيكيشن في السنين الأخيرة. لما بنقول 0G أو 5G أو 3G، G دي كلمة بترمز للجنريشن، والجنريشن يعني معناها إن في حصل تطور في الكوميونيكيشن سيستم، بحيث إن هم قالوا إن لأ دي هنسميها حاجة جديدة، لأن زي ما هنشوف برضو يعني إحنا مثلا عندنا مثلا 2G، بعد كده كان في مثلا 2.5G، وبعد كده 2.75، ده معناها إن ال 2.5 و 2.75 دول مستخدمين نفس السيستم ستراكتشر بتاعت ال 2 بس مطورين فيها، لكن لما جت ال 3 لأ ده في حاجة جديدة حصلت بقى، فما ينفعش نسميها 2 خلاص، لأ دي هي بقى دي حاجة جديدة خالص بقت اسمها 3G، ولما جت ال 4 دي يعني الكونسبت اختلف، فبالتالي الكونسبت بتاع السيستم نفسه ما فيش، يعني هو في الاول وفي الاخر هي كوميونيكيشن ما بين ديفايسز بتتحرك، لكن الكونسبت بتاع السيستمز هي دي اللي مختلف. البدايات كانت في 1980، مش من زمان قوي يعني من 40 سنه بدايه الموبايلات، ولكن مش يعني مش كل الناس في الوقت ده كان عندها طبعا موبايلات، ابتدت يمكن اواخر التسعينات اوائل الالفينات هو اللي يبتدي يبقى فيه ظهور واستخدام قوي للموبايلات. في الاول خالص فيها وفي 0G هنتكلم عليها، بس ساعات ما بتتحطش وساعات بتتحط. اول حاجه هو التليفون اللي هو كان كبير جدا وحجمه يعني كان دايما بيتريقوا عليه قد الشبشب، ده البدايه بتاعت الموبايلات. بعد كده ابتدت الموبايلات ال 2G، ابتدت تطورات الموبايل حجمه يصغر شوية، لكن ما كانش يعني كان يدوب ابتدى يبقى فيه في آخر الـ 2G، يعني بداية الـ 2G كانت فويس بس، بعد كده آخر الـ 2G ابتدى يبقى لما دخل الـ GPRS زي ما هنشوف ابتدى يبقى فيه data communication، يعني تقدر تبعت text، تقدر تبعت صورة، ولكن الصورة ما كانتش زي الصور، يعني مش صورة زي ما انتم متخيلين، دي كانت بتبقى صورة ابيض واسود وفيري بريميتيف، يعني لو حد فيكم شاف الكمبيوترات القديمة يعني بتبقى مجرد حاجة يعني كأنك بتبعت outline، تقدرش تبعت وش حد، ما تقدرش تبعت تفاصيل كتير، بتبقى حاجة صورة بسيطة جدا، مثلا كل سنة وانتم طيبين في العيد، يعني حاجة بتبقى مش معقدة خالص. وبعد كده 3G جاب معاه الفكرة ان يبتدي بقى شاشة كبيرة ونقدر نبعت مالتي ميديا سيجنالز مالتي ميديا سيرفيس، والداتا اللي تتبعت تبقى اقوى. 4G طبعا بقت اسرع ونقدر نبعت فيديوهات اسرع، ويعني بقت فيه كوميونيكيشن بوسيبيليتيز اعلى بكتير. الحبه هنا في السلايد دي اوريكم قد ايه الكوميونيكيشن سبيد اتطورت. طبعا احنا لما بنتكلم على كوميونيكيشن سبيد بنتكلم على كام بت بير سكند. في الاول في الانالوج سيستمز اكتشلي ما كانش بيتبعت داتا اساسا، يعني 10 كي دي خادعه لان هو ما فيش، هو كان فويس ما فيش داتا. بعد كده في بدايه الداتا كانت في 2G اللي ابتدينا ممكن نبعت ايميل من على التليفون ومعلومات بسيطة، ابتدت السرعة توصل مثلا لحوالي 100 كي. النهاردة احنا بنتكلم في 5th generation ممكن فوق ال 10 جيجابت بير سكند، وده طبعا في تطور في خلال يعتبر 30 سنة، لان هي actually البداية التطور بتاع الديجيتال من اول ال 2G مش من اول ال 1G. الزيرو جي دي كانت تليفونات متركبة في عربيات، ما كانش فيه حاجة تمسكها في ايدك وتمشي بيها، يعني دي كانت اول جنريشن بسموها زيرو جي.
التليفونات دي كانت بتبقى العربية يتركب عليها اريال كبير جدا من فوق، وكانت half duplex communication، يعني ما كانش ينفع الناس تكلم بعض وتسمع في نفس الوقت، كان لازم زي الوكي توكي ده يقولوا حول او يدوس يعني عشان المكالمة تكمل. كانت مصر كانت من الناس اللي ركبوها في الاول الزيرو جي دي، وانا فاكره الموضوع كان مسلي قوي انك كنت تقعد تتفرج على العربيات. طبعا هم كانوا كام عربيه في اسكندريه اللي فيهم الفكره دي، والناس طبعا اولا اليونت بتاعت الموبايل كانت زي عده التليفون اللي في البيت، يعني مش حتى هو مش ماسك سماعه في ايده وايرلس، لا هو ماسك سماعه في ايده وايرد، هو يعني السماعه مربوطه بيونت موجوده الترانسيفر اللي موجود في العربيه وسماعه بسلك. فاكتشلي الناس كانت لطيفه قوي بقى اللي هم بقى حاطين بقى الموبايل يونتس دي، كانوا بيبقوا ماشيين ورافعين السماعه، واشك انهم كانوا بيتكلموا يعني ان هي اصلا السيرفيس ما كانتش هايله يعني، بس هم طبعا بيبقوا ايه مبسوطين بنفسهم ان هم حد ماسكين يعني عندهم السيرفيس دي. وطبعا كانت غاليه جدا وقتها وما كانش اي حد يقدر يحطها، فكانت يعني من الحاجات اللي هي تعتبر اختراع وقتها. الرينج بتاع الكونكشن كان 20 كيلومتر بس، يعني كانت الكفرج اريا بتاعت 20 كيلومتر، ما كانش فيه رومينج، يعني ما كانش ينفع تروح بيها من اسكندريه وتتكلم القاهره وانت ماشي في السكه، مش بوسيبل اصلا. وكان التاور فيه 25 شانل، يعني الموضوع طبعا كان في بداياته جدا، ولكن هي دي البدايه يعني سواء كانت عجبنا او لا فهي تعتبر هي دي البدايه. طبعا نتيجه لان هي كان ليها ليميتيشنز كتير، ابتدت الشركات تفكر لا احنا عايزين نعمل حاجه تبقى تتباع بشكل اكتر. خلي بالكوا يعني العالم بتاع الموبايلات ده كله معتمد على البيع، يعني الناس تبيع ازاي، فكل التطورات اللي بتحصل دي عشان الناس تبيع، يعني هو بيطور لك الموبايل بتاعك عشان تشتري الاجدد عشان القديم ما ينفعش تستعمله وتبقى عايز تستخدم الجديد، بيطور لك الكوميونيكيشن سيستم عشان القديم ما ينفعش تستعمله وتبقى لازم تشتري وتستعمل الجديد. هو بيزنس قائم على ان هو كل حاجه زي التلفزيونات، ما التلفزيونات طوروها بقت دلوقتي كل الناس او معظم الناس عندهم LCDs، ما حدش عنده التلفزيون العادي، فهو الموضوع معتمد على الإغراء بتاع إن أنا يكون عندي حاجة جديدة بسيستم جديد بحاجة مش عند حد. الـ 1G ده اللي هو استخدم بقى للفويس، ودي تكون التليفونات اللي هي ممسوكة في الإيدين، ولكن كان حجمها كبير جدا فعلا. كان بقى اسمه Advanced Mobile Phone System، وكان بيستخدم طبعا كان أنالوج في الأول، ما كانش عندنا أي نوع من الداتا، كان بيستخدم FDMA والفريكونسي بتاعته 30 كيلو هرتز والرينج من 824 ل 894 ميجا هرتز. الفكرة إن هي أنا بيكون عندي موبايل، بيكون عندي بيز BTS اللي هي Base Transceiver Station، وبيكون عندي السويتشينج اوف زي ما قلنا في الاول، ده الفكره البيزك جدا. البي تي اس دي هو الانتنه بتاعتي او البرج بتاعي اللي بيتعامل مع اليوزرز المختلفين، وبعد كده عندي السنترال بتاعي، وبعد كده السنترال ده لازم طبعا يتوصل بالبابليك تيليكوميونيكيشن سويتشينج نتورك عشان في حاله ان انا اكون عايز اكلم تليفون ارضي او اكلم حد في مدينه تانية او ده. فبالتالي خلي بالكم يعني انتوا لما بتستعملوا مثلا اي حاجه من شركات المحمول وبتكلموا حد في مدينه تانية او حتى عندنا هنا في مصر بالذات، فانتوا اكتشلي بتستخدموا سنترالات المصريه للاتصالات، ما عندهمش هم سنترالات خاصه بيهم. interconnecting codes within يعني sorry وظيفة الـ MTSO اللي هو الموبايل سويتشينج أوفيس ده، إن هو بيوصل المكالمات ما بين السيلولر نتوركس والحاجات التليفونات الأرضية، بيحسب الفواتير، بيعمل ريجستريشن أوثنتيكيشن، يعني يتأكد من التليفون ده مشترك معاه في الشبكة ولا لأ، لوكيشن أبديتينج، وكول راوتينج طبعا بيحول المكالمة من حتة لحتة عشان تقدر تتصل باللي أنت عايز تتصل بيه.
الفيرست جنريشن دي ما عادتش كتير، قعدت 10 سنين بالكتير، وبعد كده جت ال 2G، و 2G دي البيز بتاعه كل الكوميونيكيشن نتوركس اللي هنتكلم عليها بعد كده. يعني ال 2G مع الجي بي ار اس اللي هو دخل عليها داتا، دي البيز بتاعه كل السيستمز بتاعه 3G بتاعه 4G، يعني هو ده الاساس. الجي اس ام اختصار ال 2G ده بيعتبر ان هي بيسموها دايما جي اس ام لان هي بيزد على الجي اس ام اللي هو جلوبال سيستم فور موبايل كوميونيكيشن. ابتدى يستخدم باندويث اعلى من 30 ل 200 كيلو هرتز، فطبعا ده بيسمح بنقل نمبر اوف فويس شانلز اكتر او داتا اكتر. بعد كده لما دخلت ال 2.5G بقى في باكيت سويتش وسيركت سويتش نتوركس. شرحنا قبل كده يعني ايه باكيت سويتشينج وسيركت سويتشينج في التليفونات. بقت بتستخدم ديجيتال سيجنلز للفويس ترانسميشن، بقى اصبح عندنا تكست مسجز، بيكتشر مسجز، وام ام اس مسجز. بس طبعا يعني اقول لكم ان الام ام اس دي مش صور بالمعنى المعروف دلوقتي، دي كانت صور فيري فيري بريميتيف اللي هي المالتي ميديا مسجز دي. كانت الكواليتي اتحسنت طبعا، بس ما كانتش تقدر تستخدم تبعت فيديوز. يعني 2G وقفت على ان هي بتبعت مسجز وبيكتشرز ومالتي ميديا مسجز، لكن ما كانتش تقدر تبعت فيديوز. الابراج بتاعتها طبعا ابتدت اشكالها تختلف. بالرغم ان هما الستركتشر اللي هنتكلم عليها دلوقتي مش موجوده بصورتها الحقيقيه في ال 3G وال 4G نتوركس، ولكن هي البيز اللي بنقدر نشرح على اساسها بقيه النتوركس. قبل ما ادخل في الستركتشر بتاعه الجي اس ام، في اسئله لغايه دلوقتي دكتور؟ هو في ال 2G السويتشنج كان باكيت وسيركت في نفس الوقت؟ ما هو السيركت مستخدم في الكونكشنز بتاعت الفويس شانلز، لان الفويس شانلز كانت ما زالت بتتعمل سيركت سويتشنج في ال 2G، بينما الباكيتس دي كانت بتستخدم عشان ينقلوا الداتا. اها تمام. النهارده كله باكيت سويتش طبعا، بس لان هو في الوقت ده ما كانش كله، يعني كان في ديجيتال سيجنلز بس مش كله كان باكيت سويتش. فكره الباكيت سويتشنج ظهرت لما عند 2.5G. يعني احنا دلوقتي ما بنستخدمش السيركت سويتشنج؟ لا قليل. تمام. احنا شكرا. دلوقتي كله باكيت سويتش، لان انت كل المكالمات بتاعتك بتبقى ديجيتايزد وبتتحول لباكيتس. اوكي، بس ما اقدرش اقول ديفينتلي، انا مش عارفه كل شركه شغاله ازاي، بس يعني اقدر اقول ان ده اللي ميك سنس بالنسبه لي يعني. تمام اوكي. طيب الجلوبال سيستم فور موبايل كوميونيكيشن اللي هو الجي اس ام ده، ابتدى السيستم يكون اعقد شويه من مجرد بس ان انا عندي برج وسنترال. ابتدى يبقى فيه components مختلفة شوية، متقسمة mainly لأربع categories اللي هي الموبايل ستيشن، البيس ستيشن سب سيستم، ده سيستم على بعضه، ما بقتش بس بيس ستيشن، بقى اسمه بيس ستيشن سب سيستم، وبعد كده network and switching سب سيستم، والoperation and support سب سيستم. الoperation and support سب سيستم ده مش هيظهر في الرسومات، لأن هو زي الكنترول اللي managing كل الناس، يعني زي كده الايه المراجع اللي بياخد باله من كل الناس شغاله صح. تمام، فهو كونكتد بيهم كلهم، ولكن هو مش يعني مش عارفه اقول لكم ايه، بس هو مش انتيتي لوحده، يعني مش بيعدوا عليه في سكه، هو زي كده المدير اللي فوق خالص. اوكي ده شكل السيستم. عندنا السيم بتاعتنا، السيم كارد والموبايل ستيشن، التليفون بتاعنا ومعاه بقى في حاجه اسمها سيم كارد، ودي ما كانتش موجوده في الجينريشنز اللي قبل كده. وبعد كده البيز ستيشن سب سيستم فيها التاورز اللي هو البي تي اس والكنترول سب سيستم. وبعد كده في عندنا هنا بقى الام اس سي والاتش ال ار والفي ال ار، هنشرح كل الحاجات دي. ده اللي هو النتورك سويتشنج سب سيستم، ده كله على بعضه، واللي بيبشره الاوبريشن سيستم.
الموبايل ستيشن اللي هي السيل فون بتاعنا، يعني ده تعريف، هو اسمه موبايل ستيشن بس هو اكتشلي احنا هو سيل فون، ساعات بيسموها موبايل اكويبمنت، ساعات هو التليفون بتاعنا. خلاص، طبعا كان شكله كده في الوقت ده، ما كان ده يعني اكتر حاجه متطوره، وظهرت معاه السيم كارد. طبعا السيم كارد كان حجمها اكبر بكتير من الحجم اللي موجود، يعني مش اكبر بكتير بس اتليست مثلا قد عقله الصباع مثلا، دلوقتي هي ما تجيش ربع عقله صباع. في الفترات الاخيره طبعا حجم الموبايل ده صغر كتير ورجع كبر تاني، وامكانياته اختلفت، والزمن الشحن بتاعه اختلف، يعني في حاجات كتير بقت مختلفه. التو مين اليمنتس فيها هي الهاردوير بتاعه اللي هو موجود في العده هنا والسيم كارد. كل عده ليها حاجه مهمه اسمها الاي ام اي اي اللي هو الانترناشنال موبايل اكويبمنت ايدنتيتي، ده رقم خاص بيه، زي ما كنا قلنا المره اللي فاتت في النتوركس ان في حاجه اسمها النتورك الماك ادرس بتاع النتورك كارد، ده كل عده بتتعمل بيبقى فيها الاي ام اي اي. والاي ام اي ده اهميته بتيجي فين؟ ان هو ده لما بنعمل ريجستريشن، يعني كل ما بنفتح التليفون بيعمل ريجستريشن على النتورك، بيقول للنتورك انا موجود، حتى لو هو ما بيتصلش على فكره، يعني احنا تليفوننا طول ما هو مفتوح طول ما هو اون فهو كل شويه بيبعت سيجنال للنتورك للبيس ستيشن يقول لها انا موجود في الحته الفلانيه باي ديفولت. وبالتالي هو عشان كده لو في تليفون اتسرق، لو اللي سرقه فتح التليفون فهو الشرطه بقى بتاعه مباحث التليفونات ولا مش عارفه اسمهم ايه بيقدروا يلوكيت التليفون المسروق بمجرد ان هو يتفتح، لان هو مجرد ان هو بيتفتح بيبعت سيجنال للبيس ستيشن، والبيس ستيشن تعرف هو مكانه فين وبتخزن الموضوع ده عندها. يعني احنا كلنا كل شويه اماكننا مرصوده في البيس ستيشن حتى لو احنا ما بنتصلش، تمام؟ وبالتالي لما بنيجي نستغرب احنا ازاي الفيسبوك عرف ان احنا قابلنا فلان، يعني ساعات لما تفتحوا فيسبوك مثلا تلاقيه مثلا يقول لك people you may know، وتلاقي ناس طلعت لك وانت يعني ممكن يعني انت قابلتهم في حته او كانوا جنبك في حته بس انت مش يعني هم مش اصحابك، لكن هو نتيجه ان احنا انت وهو تليفونكم عمل ريجستريشن على نفس المكان. ف ليه بقى احنا معلوماتنا بتوصل للفيسبوك دي اللي انا مش عارفاها ومش عارفه ازاي احنا معلوماتنا مش محميه، يعني المفروض ان الحاجات دي تبقى محميه بس طبعا واضح ان هي مش محميه. فبالتالي بيقدر يلوكيت الناس اللي هم في نفس المكان يقول لهم انتوا يمكن تعرفوا بعض، او زي ما بقول لكم الابلكيشن الموست كومن ان انا لو تليفوني اتسرق عن طريق الاي ام اي اي، بس بشرط طبعا ان هو يفتح التليفون، مجرد ان هو يفتح التليفون يبقى هيقدروا يعرفوا مكانه فين. السيم كارد فيها رقم مختلف، فيها حاجة اسمها الـ IMSI الـ International Mobile Subscriber Identity. السيم كارد تختلف عن العدة، في رقم خاص بالعدة وفي رقم خاص بالسيم كارد. السيم كارد دي أنا أقدر أنقلها من موبايل لموبايل، مش هتختلف الرقم بتاعي الـ IMSI ده، لكن العدة كل عدة ليها رقم خاص بيها اللي هو الـ IMEI. طبعاً الذكاء في فكره السيم كارد دي ان انت تقدر تنقل السيم كارد دي من عده لعده، انك انت اصبحت تقدر تغير تليفونك كل شويه بدون ما تفقد الهويه بتاعتك. انت الهويه بتاعتك دي السيم كارد دي بقى ممكن يتخزن عليها حاجات كتير، ممكن تخزن عليها الفون بوك بتاعك، ممكن تخزن عليها يعني صور، ممكن يتخزن، فاصبح تقدر انك انت طبعا في وقت 2G ما كنتش تقدر تخزن كل الحاجات دي، بس ستيل كان ممكن تخزن مثلا عليها ارقام التليفونات. ده كان حاجه مهمه جدا ان انا لما انقل من تليفون لتليفون ارقام التليفونات موجوده معايا، مش هفضل بقى ارجع ادخلها من اول وجديد، بالذات طبعا الارقام ما بقتش سهله الحفظ زي ما كان الناس في الاول. زمان كانوا بيبقوا حافظين ارقام التليفونات بتاعت بعض، بتاع البيت بتاع بعض، كانت 7 ارقام وسهل، دلوقتي بقى كانوا 10 وبعدين بقى 11 رقم، فالموضوع ما بقاش بالسهوله دي. لكن السيم كارد وفكرتها سهلت جدا فكره التغيير. بعد كده عندنا البيس ستيشن سب سيستم، بدل ما هي كانت بيس ستيشن بس بقى عندنا ترانسيفر ستيشن اللي هو التاور بتاعي، و بيس ستيشن كنترولر. البيس ستيشن كنترولر ده هو اللي بيتحكم في
البيس ستيشنز. احسن نبص على الرسمه، انا عندي هنا ادي عده الموبايل بتاعي فيها السيم، وده حد تاني معدي الموبايل بتاعي. دول بيتعاملوا مع بيس ترانسيفر ستيشن. الانترفيس دي طريقه الكوميونيكيشن بيسموها اليو ام انترفيس. وبعد كده عندي كل البيس ستيشنز، كل التاورز بتاعتي في كنترولر بيتحكم فيها. كنترولر ده هو اللي بياخد منها المعلومات ويحولها على السويتشنج اوفيس. يعني ما اصبحتش البيس ستيشن هي اللي بتتكلم دايركتلي مع السويتشنج اوفيس، اصبح عندي كنترولر، لان السيستمز كبرت وبقت الموضوع معقد اكتر، وبقى فيه معلومات اكتر، وبقى فيه داتا، وبقى فيه حاجات مختلفه عن اللي كان موجود قبل كده. والانترفيس ما بين البيس ستيشن كنترولر والترانسيفر ده اسمه ابس انترفيس. دي مجرد يعني ستاندرد معروفه، الناس اللي هتشتغل بعد كده هتدخل اكتر في تفاصيلها، اللي هتشتغل في الموبايلات بعد كده هتدخل اكتر في التفاصيل. بعد كده عندنا النتورك سويتشنج سب سيستم. انا هشرح هنا على الرسمه وبعد كده نشوف المعلومات اللي مكتوبه عنه. انا عندي موبايل سويتشنج سنتر، عندي حاجه اسمها ال VLR الفيستر لوكيشن ريجستر، عندي ال HLR اللي هو الهوم لوكيشن ريجسترز، عندي ال EIR وال AUC مش حافظه اختصاراتهم هنشوفها دلوقتي، والاوبريشن اند مينتيننس سنتر. اللي بيحصل ايه؟ اللي بيحصل ادي المكالمات جايه لي دخلت على الكنترولر، الكنترولر حولها على السويتشنج سيستم. السويتشنج سنتر ده ليه عده وظائف. اول حاجه ان هو بيعمل ريجستريشن زي ما قلت لكم كده، الموبايل بيسجل نفسه بيقول يا جماعه انا موجود في الحته الفلانيه. اوثنتيكيشن يعني يتاكد من ان الموبايل ده مسموح له ان هو يستخدم النتورك دي. انا ممكن ادخل مسافره في بلد تانية، لو انا مش عامله رومينج يبقى مش مسموح لي ان انا استخدم النتورك دي. لو انا مش هدفع فلوس مش مسموح لي ان انا استخدم النتورك دي. كول لوكيشن يحدد المكان. انتر ام اس سي هاند اوفرز يعني ينقل مكالمه من سنتر لسنتر، من سنترال لسنترال. والراوتنج يعني نوصل المكالمه من المتحدث لغايه المستمع والعكس صحيح. وبرده بيوصل انترفيس للسنترال اللي هو البابليك سويتش تليفون نتورك. الهوم لوكيشن ريجستر ده هو عباره عن داتابيس كبيره موجود فيها كل المشتركين معايا في الشبكه بتاعتي. كل المشتركين معايا في الشبكه بتاعتي اللي موجوده في اسكندريه، وعندي هوم لوكيشن ريجستر تاني للي موجودين في القاهره، وعندي هوم ريجستر للي موجودين في اسيوط. لو انا سافرت، لو انا موجود في اسكندريه وبستخدم النتورك بتاع اسكندريه خلاص، يبقى انا عندي متعرف على الهوم لوكيشن ريجستر. لو انا رحت مثلا القاهره فانا بعتبر فيزيتور، فبدخل على ريجستر. يعني هو دلوقتي هيدور عليا في الداتابيس بتاعته بتاع القاهره، هيقول لي لا مش موجود عندي. مين ده؟ فانا بدخل على النتورك بيحطوني في الفيزيتور لوكيشن ريجستر، بيسجلوا معلوماتي في الفيستر لوكيشن ريجستر لغايه او بيتاكدوا ان انا ينفع استخدم الشبكه دي، ينفع انا موجود في اللوكيشن الفلانيه والداتا بتاعتي كذا، وبخلص مكالمتي وبينتهي دوري او بينتهي تسجيلي في الفيستر لوكيشن ريجستر. الاوثنتيكيشن سنتر ده بي كونتين السيكريت كي وكونتينز اليوزرز سيم كارد. يعني انا دلوقتي عايز اعمل مكالمه، ده عملوا تشيك عندي على بيروحوا يودوني في الهوم، بيتشيك انا موجود في الهوم لوكيشن ريجستر، والهوم لوكيشن ريجستر بيعمل تشيك تاني مع الاوثنتيكيشن سنتر بحيث ان هم يكونوا متاكدين تماما ان انا فعلا يحق لي استخدام هذه الشبكه بالتعريفه الفلانيه. الفيزيتور لوكيشن ريجستر زي ما قلت لكم هو لو انا رحت من بلد لبلد فانا بستخدم او المعلومات بتاعتي بتتخزن في الفيزيتور لوكيشن ريجستر. الـ EIR اللي هو Equipment Identity Register ده اللي هو مسؤول عن ان هو يتأكد ان انا مسموح لي استخدم الشبكة ولا لأ، لان انا ممكن ان انا اكون مثلا مش دافع الفواتير. انا اوكي انا موجود على الشبكة فعلا وموجود في الهوم لوكيشن ريجستر ولكن انا مش دافع الفواتير، يبقى اذا مش مسموح لي استخدم الشبكة. او انا مثلا كنت عملت مشاكل قبل كده في نتوركس تانية
فمعروف عندي ان انا ما بدفعش فواتيري، معروف عندي ان انا مثلا بستخدم بأسيء استخدام تليفوني في حاجات مش مفروض ان انا استخدمها فيها، فبيتحط في monitored ليست، بيقولوا الرقم ده خلي بالكم ممكن يكون للشركة، يعني طبعا ممكن يكون بيسيء الاستخدام، ممكن يعني بيبقى في زي مونيتورينج عليه، او انا اصلا مش مسموح لي استخدم الشبكة دي فخلاص بيطلعني بره السيستم. الاوبريشن اند سبورت سب سيستم ده زي ما قلنا كده هو المونيتور، هو اللي بيراقب كل النتورك دي وعشان يتأكد لو حصل فيلير، لو حصل أي حاجة إن هو يقدر يصلحها على طول. الـ GSM network دي كانت خاصة بالفويس فقط، ما كانتش بتسمح بأي داتا. في أي أسئلة فيها GSM network؟ اللي جه طورها وخلى الـ GSM يبقى يفضل موجود، الـ 2G ده يفضل موجود فترة طويلة، حاجة اسمها الـ GPRS، الـ General Packet Radio Service. الـ دي دخلت الـ Packet Switching، ودخلت إن إحنا نقدر ندخل داتا عن طريق إن هي استخدمت نفس الـ Structure بتاعة الـ GSM، ولكن دخلت عليها ثلاثة modules مختلفين. يعني هي برضو عندي الـ Network Switching Subsystem، وعندي برضو البيس سويتشينج سب سيستم، وعندي الموبايل سويتشينج سيستم. يعني الموبايل زي ما هو مع السيم كارد ده ما اختلفش، عندنا التاورز زي ما هي ومعها كنترول سيستم زي ما هو، دخل عليهم بس حاجه اسمها البي سي يو اللي هو الباكت كنترول يونت، ان هو بيتاكد الحاجه اللي جايه لي من الموبايل دي هل هي فويس ولا داتا. لو هي فويس يبقى هيحولها على الام اس سي العاديه بتاعه الجي اس ام، لو هي داتا يبقى هيحولها على حاجه اسمها SGSN اللي هي Serving GPRS Node. يعني بمعنى صح هو يشتغل في سكة الفويس يا يشتغل في سكة الداتا، وفي جميع الأحوال هم مرتبطين بال HLR وال EIR وال AOC بتاع ال GSN. يعني بيتم التشيك في الهوم لوكيشن ريجستر، بيتعمل equipment identity register والauthentication control، الحاجات دي سواء هي سكة الداتا أو سكة الفويس فهي موجودة عندي. فاللي يعتبر الجي بي ار اس الجزء اللي أضافه هو الجزء اللي على اليمين ده، زائد الباكت كنترول يونت هي اللي بتعمل تشيك هنا هل دي فويس ولا باكت، فهحولها لهنا. ال اس جي اس ان هو بيعمل يعني ده جيت واي، بيعتبر ان هو بيعمل سيرفيسز وذين ذا نتورك، يعني مسؤول عن الراوتينج، مسؤول عن الاوثنتيكيشن، مسؤول عن اتاتشنج وديتاتشنج. يعني احنا بس اللي يهمنا ان هو يعني يعني يعتبر هو لوكيشن ريجستر للباكتس، يعني هو ده اللي بيشوف اللوكيشن بتاعه الباكتس وبيشوف هيحولها ازاي، ولما يحولها ويبعت الداتا بتاعتها اللي هتتحول بيروح على الجيت واي جي بي ار اس. الجيت واي ده هو المسؤول عن الكونكشن مع الانترنت، فده الموديول المسؤول عن انها تبقى كونكتد مع الانترنت. يبقى اذا في حاله ال 2.5 جي اللي دخل عليها جي بي ار اس، انا عندي الموبايل بيبعت سيجنال، السيجنال دي قد تكون بتوصل الاول للانتنا او للبيس ستيشن بتاعتي، وبعد كده تروح على الكنترول، بعد كده تروح على البي سي يو، البي سي يو بيحدد دي كانت فويس فتمشي في السكه الشمال او دي داتا تمشي في السكه اليمين. لو هي داتا فهي مطلوب منها ان هي تروح للانترنت وترجع تاني، لو ممكن ترجع وما ترجعش طبعا حسب، لو هي فويس يبقى برضو مطلوب منها ان هي تروح للبابليك سويتش تليفون نتورك للتليفونات وترجع. ده بالنسبة لل 2G، أنا هوقف على كده، وهيبقى المرة الجاية هنتكلم على 3G وال 4G، ويعني introduction كده على ال 5G لو لحق. في أسئلة في الجزء ده؟ أوكي، يبقى أنا إن شاء الله آخر محاضرة هتكون المحاضرة الجاية اللي هي هنتكلم فيها على 3G وال 4G. انا بس غالبا هعمل المحاضره يوم الثلاث، علشان يوم المحاضره المفروض يوم 6، وانا عارفه ان 6 في بدايه الاعياد، ف هبعت لكم على الجروب هتبقى يوم الثلاث امتى. يعني لا انا مش عارفه انتوا عندكم محاضرات يوم الثلاث ولا لا. لا لكم مفيش محاضرات الثلاث.
طيب خلاص، يبقى انا غالبا هعملها مثلا على الساعه 11 ونص او حاجه زي النهارده كده، بحيث انكم ايه يبقى الاربع والخميس فاضي للناس اللي هي بتحتفل يعني. دكتور بعد إذن حضرتك، اتفضل. هو فاضل كام محاضرة كده؟ محاضرة واحدة، تمام. هي بقية المحاضرة اللي جاية هي تكملة الموبايل كوميونيكيشن اللي هم 3G تمام. و4G والحاجات دي. دكتور طب بالنسبة لدرجات الميد تيرم هتنزل امتى؟ بعد يعني لما اقفل معاكوا هتنزل على طول. دكتور احمد سعيد هينزلها بعد المحاضرة على طول. شكرا. نلعب في اسئلة تانية؟ تمام.